أسكت. صمد. هذا الموظف الذي رافقنا للثلاجة تحت حرارة الشمس القارسة. أتمنى أن ترى موقع الثلاجة على الطبيعة لتكون الصورة أدق وأوضح. لا أريد أن أطيل، أسأل الله أن يسدد خطاكم وأن يجزيكم عنا كل خير، ملتمسا أمركم لإنهاء الموضوع ليتم إرسال الجثة لذويها حسب رغبتهم، ولكم تقديري وشكري واحترامي، متمنيا أن تعالج تلك الأمور والمواضيع في بعض المحافظات ومناقشتها مع أمثالكم حفظكم الله للحد منها والنهوض بها لأرقى المستويات التي نطمح لها جميعا لنواكب هذه النهضة العالمية. صمد. اختصم. كلام كلام كله كلام كله 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 قلب. خوف خوف. بعدين روح سبا، بعدين ودي بخبص، بعدين سبا اثنين ودي سير، ودي ساي ساي ساي. خلص خلص. سيدي، الجثة في ثلاجة الدوادمي. أول درج على اليمين. أول درج على اليمين. شايفها بعيد. شكرا شكرا. بس هذا كلام فاضي. بابا مسكين، بابا مسكين، في كتب كتب ثلاث ساعة كتب، قهر 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 كله، ودي يجيب ودي يجيب، ما في خلاص ما في خلاص. هذا موت موت، خلاص خلاص موت. بابا روح ودي، بابا روجي. كم مرة انت في روح؟ أما خمس هذا، أما خمس خمس مرة، أما سبع، أما سبع سبع مرة. سقرة سقرة كثير، ودي يجيب ودي يجيب ودي يجيب. دواتمي كثير، ودي كثير، ودي روح روح روح، في موت في يدفن ادفن. اسكر. ودي 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 ودي، كلام فاضي هذا، ما في كلام. كويس بابا مسكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صندوق بريد 64 رمز 11442، ابنكم البار سعد مسعد. لا طيب طيب فيه. وللعلم العريف مسحد يشهد على ما قلت، وهو يعمل في مخفر أم سبع العام، والحمد لله والله على ما أقوله شهيد. ابنكم البار مرة ثانية سعد مسعد. سعد هارون. بس انت في موت، في روح بابا ماما ودي، ولا في هنا دفن؟ لا لا لا، في موت في دفن هنا. بس ودي كله روح، كله يدي سيارة، روح سيارتي. لا لا لا، دفن هنا هارون. بس بكرة صبح، بس بكرة صبح في هفر 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 هفر، كله هفر. بكرة صبح ركب نخل، ركب نخل. بس ما في ركب نخل، في هفر قبر مال انت. قبر مال موت موت، في هفر قبر. انا هفر قبر مال انت، انت هفر قبر مال انا. ها انت في موت، انا في هفر قبر. هفر قبر هفر قبر، ادفن ادفن. انا في موت، انت في هفر قبر مال انا، ادفن ادفن. ما في ودي تجيب سيارة، ما في ما في ودي ما في ودي. خلاص موت هفر ادفن. باجي خطابا من الإمارة لم خمس، ثم من خمس لم سبع، ثم من سبع يجي خطاب لنا يوجه باستلام الجثة، ثم من هنا للمستشفى الموافقة النهائية. أنت توحي توحي. والله ما عندنا ميت بليش يمدر. بس ما في ميت بس يمدر. بس كلام في ميت، في ذيب ميت، كل يوم كل يوم ذيب ميت. ما في ميت، اسكت اسكت اسكت. توف توف واحد مرة ميت كفي، خلاص ما في مشكلة. بس ما في ميت، في ميت.
كل مرة اسكرب اسفي كلام في موت صديق في موت كل ودي جيب رو دور فقرص بالنتا فقرص بالنتا خلاص بسمك خلاص رو دور فقرص بالنتا خلاص كل موت بس مامي خلاص حرق انسان موت رو دور بس عبد الصمد سير يبقى هذا سذل شوف اي الميت ده صاحبنا افتكرته واحد تاني ليه ما راح اليوم ان شاء الله يبي يروح لهلا باذن الله ان شاء الله الله يكرمك والله للاسف الشديد ما عندنا سياره وسياره الاسعاف متعطله طيب في سؤال وشلون نودي الميت للرياض شلون فتش في البلديه عندهم سيارات واذا كان ليك معرفه يوصلوا ليك بدون غلبه واذا ما عندي احد عارفه استاجر لك عربيه وارتاح من الغلبه يا اخي سياره ما انت كويس كما هو النقص الملحوظ لدى المستشفى أيضا البلدية لم يتوفر لديها سيارة أو أن ذلك مقصور على المعرفة والواسطة المشوار حوالي 300 كيلومتر والموضوع جثة إنسان مسلم مغترب توضع في سيارة ونيت بكاب تحت أشعة الشمس القارسة سعد مسعد شدوا حيلكم يا ربع شدوا حيلكم سعد خلاص يلا 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 مشينا يا ربع يلا طيب والحل وين اوديه يا اخوي وش تبينا نسوي لك الكهرب مقطوعه انتظر لين مشغول مولد الاحتياطي بعدين نستلمه منك حسبي الله ونعم الوكيل في لا اقدم شكوى واسطر لك هذه السطور المبعثره وأنا في الثلاجة حيث قلت لهم وين أوديه أحطه في الفريزر عندنا في البيت مثلا أم ماذا تسلم يمينك الحقيقة طبخة ما في أحلى منها اللحمة هذه منين شريتوها؟ الله هداك يا سعد تقول من وين شريناها؟ هذه من الفريزر لحمة القعود لين جايبها أمس بنفسك بس ترى اللحمة عذبتنا ثلاث ساعات حن نطبخ فيها تراهم غشينك في هاللحمة يا سعد تفضل خليك معي انا خذ هذه اوراقك خلاص استلمنا الجثه خلاص ايه خلاص طيب ومتى ممكن نرحل الجثه لذويها يعني يبي لك اسبوعين ليه يا الحبيب ليه يا اخوي لازم نشرح الجثه عشان نعرف وش اسباب الوفاه يا اخوي التقرير الصادر من مستشفى الدوادمي يقول ان الوفاه طبيعيه ما اختلفنا ولكن الطبيب حاط في اخر سطر انه لازم نشرح جثه يمكنها خايف من المسؤوليه حسبي الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل
شوف يا ابن الحلال، لازم تعملنا الطلبات هذه. أولا خمس من صور تقرير الوفاة، ثانيا خمس صور من موافقة السفارة مترجمة، ثالثا خمس صور من موافقة الشرطة، رابعا خمس صور من المخالصة، خمسة عنوان أهل المتوفي مخاطرتهم وموافقتها على استلامه، وصور المتوفي وصور أهل المتوفي وصور أمه وصور جيران أهل المتوفي وصور كفيله. للأسف تأشيرة الخروج النهائي منتهية من أسبوع، جددوها وما يصير إلا خير إن شاء الله. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ روح جيب ورقة يرجع، جيب ورقة روح جيب ورقة، أنا في موت. ودي بابا ماما، ما في مشكل، ودي بابا ماما، إيش مشكل؟